تتضمن الاستراتيجية السياحية التي تم الإعلان عنها في إطار خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، تتضمن إطلاق العديد من المشاريع الكبرى وتنمية البنية التحتية السياحية بهدف تعزيز إسهام هذا القطاع الهام بفاعلية في خطة التعافي، وليواصل هذا القطاع دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. هذا وتعد الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 إحدى برامج تنمية القطاعات الواعدة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى. بعد التحية، ما هو دور منتجع جميرة في تعزيز فرص إسهام القطاع السياحي لتحقيق مستهدفات استراتيجية في قطاع السياحة ضمن خطة التعافي الاقتصادي؟ وأيضا ما هو دور المنتجع في تنوع الوجهات السياحية في البحرين؟ مساء الخير، شكرا لتلفزيون البحرين ولكم على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام. في الواقع أن ومن زمن طويل أن بلاد الجزائر يعتبر ملاذا ساحليا بحريا متميزا لما يحتويه من شاليهات، ويتميز هذا الساحل او هذا البلاج بكونه بعيدا نوعا ما عن المناطق السكنيه، فيعتبر في تلك الايام الذهاب الى هذا الساحل يعتبر رحله بحد ذاتها. اليوم وبتوجهات وتوجيهات الحكومه الموقره برئاسه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس الوزراء، وجهود شركة ممتلكات القابضة برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء، سيصبح هذا المكان بلاد الجزائر أقصد منتجعا سياحيا متميزا وبهوية مختلفة تختلف عن بقية المرافق الساحلية الأخرى. من ناحية لما يحتوي هذا الساحل، وحسب ما رأيناه من خطة يحتوي على مرافق متنوعة وفنادق ومرافق خدمية بالإضافة لكونه ساحل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، وجود هذا المنتجع في هذا الموقع الفريد في جنوب البحرين يجعله ذا خاصية أخرى من الجذب السياحي والبيئي بالذات من حيث الهدوء. أيضا هذا المنتجع موجود في الجنوب بالقرب من مرافق عامة مهمة مثل حلبة البحرين الدولية، محمية العرين، ومركز المعارض وإلى ذلك، وهذا ما يجعله متميزا وفريدا عن غيره من المواقع السياحية الأخرى. نعم. أنا أعتقد أنه بافتتاح هذا المرفق الحيوي في وخصوصا عندما يكتمل أو تكتمل كل مكوناته، سيكون له شأن كبير في تعزيز السياحة وخصوصا السياحة البيئية بأنواعها. هذا ما نأمله ونحتاج إليه في الواقع في البحرين لتنمية المرافق السياحية ولتعزيز الاقتصاد. البحرين لديها العديد من المقومات السياحية وخصوصا السياحة البيئية لما تحتوي من مناطق طبيعية تراثية. الأمر يحتاج إلى استثمار من ليس فقط من القطاع الحكومي، أنا أعتقد أيضا من القطاع الخاص عليه أن يسهم في هذا الأمر. ومعروف طبعا عالميا أن السياحة هي من أهم مصادر الدخل في العديد من البلدان، بإمكان البحرين أن تستثمر عاليا في هذا المجال وفقا لخصوصيتها الثقافية والطبيعية. نعم سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.